ضيفي وضيف حضراتكم الأستاذ الدكتور محمد وهدان. والدكتور وهدان النهاردة كان يعني عايز تفسير الآية وسبب نزول هذه الآية، ولمن خاف مقام ربه جنتان. النزول وعلاقة دي في الحياة، احنا محتاجين ده ايه النهاردة؟ مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا أستاذنا، أهلا وسهلا بيك ومرحبا بيك وبكل السادة المشاهدين. وأسعد ربي سبحانه وتعالى لمصرنا الغالية الأمن والأمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب دكتور، احنا عندنا رسائل كتير وعندنا الشرح ده عشان تبقى عند حضرتك. نعم، وتفضل بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، سبحانه خلقنا ورزقنا وأعطانا من الخير والبركات والنعم ما لا يعد ولا يحصى، وصلاة وسلاما يليقان بمقام الحبيب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والسراج المنير والنور الذي بعثه الله للعالمين. قال الله في حق: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أما الكتاب المبين فهو القرآن العظيم، وأما النور فهو نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، القائل في الحديث الصحيح: كنت نورا. خد بالك يا زبرين من كلام سيدنا النبي الجميل: كنت نورا يرى في جبهة أبي آدم، وظل النور ينتقل بين الأصلاب الطاهرة والأرحام الزكية حتى وصل إلى عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان. احنا كتير قوي بنقرأ هذه الآية وبعدها بمجموعة آيات ربنا قال لنا: ومن دونهما جنتان. يعني إيه ولمن خاف مقام ربه؟ وإيه هما الجنتين دول الأولانيين؟ وإيه هما الجنتين التانيين؟ أعتقد إن إحنا محتاجين وإحنا دلوقتي يعني بنبني مصرنا الجديدة إن إحنا نتأمل في كتاب الله وأن نستخرج منه الدروس التي تفيدنا في أمور ديننا ودنيانا. الأول لازم نسأل عن أسباب نزول هذه الآية، عشان من خلال معرفة أسباب النزول بنتعلم أكيد حاجات كتيرة قوي. يقول الإمام الواحدي رحمه الله في كتابه أسباب النزول إن هذه الآية نزلت في شأن مين يا أستاذ إبراهيم؟ نزلت في شأن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. كان بيخاف ربنا جدا، كان بيراعي ربنا جدا، كان بيتقي الله في كل لقمة تخش بقه، كان بيتقي الله في كل لقمة يجيبها لأولاده، كان بيتقي الله في كل يعني درهم يدخل إلى بيته، كان يتحرى الحلال. وذلك هو كان خايف أوي من ربنا سبحانه وتعالى، فعشان كده قعد مرة فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ليتني كنت ورقة، يا ريتني كنت ورقة خضراء كده تأكلها الدواب وما كنش كده حتى لا أسأل أمام الله، إذ أنا خايف من ربنا سبحانه وتعالى. فنزل قول الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. يعني إيه خاف مقام ربه؟ يعني عرف ربه سبحانه وتعالى جيدا فمشي على المنهج. يعني إيه تاني؟ يعني أن يجده الله سبحانه وتعالى حيث أمره وألا يراه حيث نهاه. يعني إيه؟ يعني إيه خاف مقام ربه؟ ربنا فصلنا الآية دي بآية تانية بيقول لنا إيه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. مقام ربنا سبحانه وتعالى يعني إيه؟ يعني عرف أن الله قائم على خلقه، وأن الله على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء، فلجأ إلى الله واستعان بالله سبحانه وتعالى. سيدنا أبو الدرداء سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: ولمن خاف مقام ربه جنتان، فقال: يا رسول الله، اللي يخاف مقام ربنا جنتان وإن زنى وإن سرق؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية مرة ثانية فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، فقال أبو الدرداء: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. في المرة الثالثة قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق رغم أنفي أبي الدرداء رضي الله عنه وارضاه. الدرداء عمالك بيسأل، كان بيسأل وبتعلم. يا بخت يا أستاذ إبراهيم، كان قاعد في نور سيدنا النبي، كان بياخد من مشكاته. قال له مرة بقى وعمال يعمل ايه؟ عايز يسيبها ربنا فرجها. قال له بقى: رغم أنفك. هو عمال بيسأل خايف رغم أنفك. فأنا عايز كل اللي شايفنا دلوقتي يعني ايه
نخاف مقام ربنا يعني نكون مع ربنا. يعني نخاف مقام ربنا يعني نحب بلدنا، يعني نعمل من أجل بلدنا، يعني مصلحة وطني ومصلحة مجتمعي ضرورية ومهمة جدا بإذن الله سبحانه وتعالى. اللي بيخاف مقام ربنا بقى ثوابه إيه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ زبرين، أول حاجة من هذا الثواب جنتان. إيه هما الجنتين دول؟ جنتان إيه بقى؟ الجنة الأولى جنة الفردوس. الرسول قال لنا إذا سألتم الله عز وجل الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى درجات الجنة. الجنة الثانية هي جنات عدن، بعدها بحوالي 5-6 آيات ربنا يقول لنا ومن دونهما جنتان، اللي هم إيه بقى؟ اللي هم جنة الخلد وجنة المأوى. حضرتك هتسألني طب جنة المأوى دي فين حتة؟ جنة المأوى عند سدرة المنتهى. جبت الكلام ده منين؟ ده مش كلامي، ده كلام ربنا. عند سدرة المنتهى انتهى جنة المأوى، أقل درجات الجنة عند سدرة المنتهى اللي هي جنات المأوى. طب ربنا قال ولمن خاف مقام ربه، مش جنتين بس، جنتين واتنين كمان، يبقى 4 جنات للي يخاف مقام ربنا، للي يمشي على منهج ربنا، للي يطيع ربنا سبحانه وتعالى. ربنا لما اتكلمنا عن جنات عدن وجنات الفردوس قال لنا ذوات أفنان. يعني ايه ذوات أفنان يا صبرين؟ يعني فيما أغصان وأشجار وعمارات وفيلات وما إلى ذلك. لما ربنا كلمنا عن الجنتين التانيين الخلد والمأوى قال لنا مدهامتان. يعني ايه مدهمتان؟ يعني خضرويتان، يعني شديدة الخضرة. ربنا سبحانه وتعالى لما كلمنا عن جنة الفردوس وجنات عدن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ايه؟ فيهما عينان تجريان، فيهما عينان تجريان بيجروا لوحدهم. العين الاولى اسمها السلسبيل، عين اسمها الايه؟ السلسبيل، ودي عين فيها ماء عذب باذن الله سبحانه وتعالى، فانت ما تتعبش في الميه، الميه ماشيه قدامك وانت بتاخد منها ما تريد. لما اتكلمنا عن جنه الخلد قال لك المستوى اقل، درجه تانية، يعني حاجه تانية اقل شويه. قال لك فيهما عينان نضاختان. يعني ايه نضاختان؟ يعني جوه ابار، عشان تطلعها محتاج لايه؟ لحاجه تطلعها بيها. فبس الجنتين الاوليين طبعا مهم جدا. لما ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عن جنات الفردوس وجنات عدن قال لنا فيهما من كل فاكهه زوجان. يعني ايه فيهما من كل فاكهه زوجان؟ يعني كل الفاكهه موجوده بجميع انواعها. ولما كلمنا عن جنه المأوى وجنه الخلد ربنا حدد قال لك فيهما فاكهة ونخل ورمان، فاكهة ونخل ورمان بإذن الله سبحانه وتعالى. وبعدين لما ربنا كلمنا عن جنة الفردوس وجنات عد قال لنا ربنا سبحانه وتعالى إن فيهما طبعا حور عين بإذن الله سبحانه وتعالى، لم يطمسهن فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. ولما ربنا كلمنا سبحانه وتعالى عن الحور العين الموجودين مع في جنة المأوى وجنة الخلد قال لنا حور مقصورات في الخيام. فكأن جنات فردوس وجنات عدن فعمارات وفيها قصور وفيها فيلات وفيها حاجات عظيمة جدا. الجنة الخلد والمأوى فيها خيام وفيها سجاد وفيها حور مقصورات في الخيام بإذن الله سبحانه وتعالى. عشان كده مهم جدا ان احنا نخاف مقام ربنا، ان احنا نلجأ الى الله ونستعين بالله ونعمل من اجل الله، وكل اعمالنا تكون خالصة لوجه الله. زي كده ما الامام الشبلي رحمه الله، امام اسمه الشبلي كان راجل صالح، بيسألوه يا شبلي انت مين؟ مين انت؟ عرفنا بنفسك. قال لهم ايه؟ قدم لهم تعريف اجراء النفس بلغه مناهج البحث. قال لهم انا النقطه التي تحت الباب. ماذا يعني هو بكلمه النقطه التي تحت الباب؟ الباء الموجوده يا استاذ ابراهيم في بسم الله الرحمن الرحيم، هو عايز يقول لك ان كل حاجه فيا هي لله، ان كل حاجه فيا هي بالله، ان كل حاجه فيا هي على الله، هي انني دائما وابدا الجو الى الله واستعين بالله سبحانه وتعالى. فاحنا واجبنا واحنا بنبني المصرية الجديدة نحن نستعين بالله، وهو ده معنى ولمن خاف مقام ربه جنتان. شوفوا قد ايه احنا بنقرا الايات دي كتير جدا لكن ما حدش واخد باله من معانيها. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياك والساده المشاهدين جميعا من اصحاب الجنه، انه ولي ذلك والقادر عليه. طيب نروح حرر كده بس لحضرتك سؤال بس في النهارده الرسائل. نروح للاستاذ خالد محمد بيقول تحيات حب واجلال وتقدير للجندي القدير الاستاذ ابراهيم حجازي، الله يخليك يا عم، وضيفه الكريم الدكتور وهدان
ما تشكره يا عم، اشكره جزاه الله عليك انت وانت اسال الله ان يستر طيب ساتر الجميع. كلمنا عن الجهاد في سبيل الله وحرب رمضان في غزوه بدر واكتوبر المجيده. شوف حقيقتك احنا قدام قضيه كبيره جدا، يعني ثلاث قضايا مهمه جدا تاخد وقت طويل، لكن خليني اقول لك باختصار مفهوم الجهاد. مفهوم الجهاد دلوقتي، الجهاد ده مصطلح قراني، يعني العرب لم تكن تعرف مصطلح الجهاد قبل نزول القران. الجهاد مصطلح قرآني، العرب كانت تعرف القتال، كانت تعرف مصطلح الحرب، لكنهم لم يعرفوا مصطلح الجهاد إلا من خلال كتاب الله، إلا من خلال ربنا. إذن فهو مصطلح رباني، لكن القتال مصطلح إنساني، وهناك فرق يا أستاذ إبراهيم بين صناعة المخلوق وصناعة الخالق سبحانه وتعالى. في ناس كتير قوي بتفهم الجهاد في سبيل الله غلط. الجهاد في سبيل الله عن طريق الميكروفونات، الجهاد في سبيل الله عن طريق الحرق والقتل والترويع والتدمير. لا، أنا عايز أفهم الناس يعني إيه الجهاد في سبيل الله باختصار شديد جدا. ربنا قال لنا في القرآن وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، هذه الآية الأولانية. الآية الثانية فلا تطع الكافرين، ها، وجاهدهم به جهادا كبيرا. يبقى الجهاد في الإسلام هو جهاد الكلمة، ليس فقط القتال اللي هي بمعنى الحرب، لكن جهاد الكلمة، جهاد بالمال، جهاد النفس اللي قال عنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انتهينا من الجهاد الأصغر وبدأنا في الجهاد الأكبر اللي هو الجهاد النفس. هو ده مفهوم الجهاد. مش بعض الناس اللي قاعدين في تركيا وقاعدين مش عارف فين عمالين بيقولك احنا بنجاهد في سبيل الله، يا مصريين قوموا جاهدوا في سبيل الله. هذا ليس جهادا، هذا 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 استعداء للوطن، هذه حرب على هذا الوطن الآمن المطمئن. أسأل الله سبحانه وتعالى لمصرنا الغالية الأمن والأمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دليل على كده كمان أن السيدة أسماء بنت السكن الأنصارية، أنا أذكر لحيتك وأنا في الكلية لقيت شوية بنات كده عاملين مظاهرة، فبنت إحدى تلميذات يعني، فأنا سألتها أنت علي أنت بتعملي مظاهرات ليه، وجع دماغك ليه بالكلام ده؟ قلت دكتور انا بجاهد في سبيل الله. قلت طب تعالي. قلت له حاضر. تلمستي جت قعدت معايا فوق ومعاها مجموعه من الطالبات، قالت لي يا دكتور نتحاور. اتكلم قلت لها وماله يا بنت تحاور؟ قول انت فاهم يعني ايه جهاد في سبيل الله؟ قالت لي اه انا ما رحت بتظاهر بعمل ده جهاد في سبيل الله لاعلاء كلمه الله. طب تعالي افهمك يعني ايه الجهاد، تعالى انا وانت نحتكم لكتاب الله وسنه رسول الله، تعالى ناخد نموذج من سيره سيدنا النبي يعلمنا يعني ايه مفهوم الجهاد في سبيل الله اللي انت فاهمه غلط. الجهاد في سبيل الله مش ان الناس تستخدمك دروع بشريه، الجهاد في سبيل الله مش انك عاوزه تتظاهري في الشارع. شوفي الرسول لما جاءته السيده اسماء بنت السكن الأنصارية رضي الله عنها وقالت له يا رسول الله إن الرجال يخرجون للجهاد معك في سبيل الله فيعودون إما بالنصر وإما بالشهادة وإن النساء لا يخرجن للجهاد معك في سبيل الله، فقال لها النبي موضحا ومعرفا، وهو سيدنا النبي فصل الجهاد، قال لها يا أسماء أخبر النساء من بعدك أن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل الجهاد في سبيل الله وقليل منكن من تفعل ذلك. شوف المصطلح حسن تبعل وشوف المصطلح الثاني يعدل الجهاد في سبيل الله، بس التبعل فهذا هو مفهوم الجهاد في سبيل الله. يعني خد طاعة الزوج، معاملة الزوج معاملة طيبة، الصبر على أخلاق الزوج السيئة، هو ده حسن التبعل. ترعى اولادها بشكل كويس، ترعى بيتها بشكل كويس، تدير بيتها بشكل كويس. هو في الحرب وهي هنا في أسرتها، هي كده يبقى إذن هي في حرب، هي في الجهاد هنا برضه لما تاخد ثواب الجهاد في سبيل الله. وهذا هو مفهوم الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. والموضوع طويل ومتسع لكنني اكتفي بهذا القدر. اعود لحرب لمعركه بدر ثم ذلك انتقل لحرب اكتوبر. شوف يا استاذنا، غزوه بدر كان من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. واعتقد ان اهم الدروس اللي احنا لازم نتعلمها من غزوه بدر هي اهميه الشورى في حياه الامه. الشورى برضه مصطلح رباني، وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، ورسول الله لا خاب من استشار ولا ندم من استخار. الديمقراطية ده مصطلح غربي، في فرق بين الشورى والديمقراطية. الديمقراطية صناعة الإنسان، لكن الشورى صناعة ربانية، وزي ما قلت لك هناك فرق بين صناعة المخلوق وصناعة الخالق. الديمقراطية تعني حكم الشعب للشعب وبالشعب، لكن الشورى تعني استشارة أهل الحل والعقد المتخصصين في كل مجال، عملا بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أعتقد أن أهم دروس الغزو معركة بدر هي ضرورة ممارسة الشورى. الشورى إيه؟ إن احنا نستشير أو ناخد رأي المتخصصين. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما هلك أحد من مشورة. الرسول صلى الله عليه وسلم استشار أحد الصحابة لما اخترب مكان المعركة، فجاله المقداد بن عمرو وقال له يا رسول الله
منزلا أنزلكه الله سبحانه وتعالى، يعني ربنا أمرك به، فليس لنا أن نتقدم أو نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال: يا رسول الله، هذا ليس بمنزل، أرى أن نأتي أدنى ماء القوم فنشرب ولا يشربون. فأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام برأيه، لأن الرسول كان يحترم كل الآراء، وكان شعاره الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها أخذها بإذن الله سبحانه وتعالى. هو ده انتصار بدر. أعتقد أن أهم دروسه هو الشورى، هو احترام الجنود لقائدهم، هو الفئة 313 واحد يغلبوا 1000 بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنهم كانوا عندهم عقيدة وعندهم إيمان بالله سبحانه وتعالى. انتصار السادس من أكتوبر، العقيدة. أنك أنت بتحارب عن عقيدة، انتصار السادس من أكتوبر أعتقد أنه كان معجزة، وأنا بقدم التهاني للقوات المسلحة المصرية وللشعب المصري وللشعب العربي ولكل الأمة بهذا، بذكر هذا الانتصار الـ 42 اللي وجبنا ناخد منه الدروس والعظات والعبر. وأعتقد أن أهم الدروس اللي لازم نتعلمها من انتصار أكتوبر وإحنا بنبني مصر الجديدة دي دلوقتي، إن إحنا إن ده كان انتصار ومعجزة على أي مقياس عسكري. تخطينا حاجز مائي مانع مائي كبير جدا قناة السويس، تخطينا خط بارليف الحصين بصراحة شديدة جدا. استطاع خير أجناد الأرض، القوات المسلحة المصرية بشهادة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، استطاعوا يعملوا يا أستاذ إبراهيم أن يحولوا المحنة إلى منحة. محنة 67 حولوها إلى منحة، نتيجة لأنهم صبروا ورضوا بقضاء الله، وكانوا زي ما حضرتك قلت بيحاربوا عن عقيدة، بيحبوا بلدهم، بيعملوا من أجل بلدهم. وواجبنا أهم درس نتعلمه دلوقتي، إحنا محتاجين نحب البلد دي، البلد دي فيها خير كتير جدا، مصر دي يا أستاذ إبراهيم تستحق كل الحب وكل الاحترام وكل التقدير منا، وأعتقد أن هذا من أهم الدروس. الأستاذ موسى عبد الغني يقول: متى يتم لم شمل الأمة العربية كما كانت في الماضي؟ وما دور علماء الأمة في عودة لم الشمل من جديد حتى يصبح لنا شأنا وقوة يهاب منها الغرب كما نهاب نحن منهم؟ شوف، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا جميعا من خلال القرآن العظيم الذي نزل عليه إلى أن نتحد وأن نكون جميعا كعرب يد واحدة. قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقالينا ربنا في آية تانية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إحنا الاستعمار دلوقتي يا أستاذنا لم يعد يأتي بأسلحته، ولكن الاستعمار يأتي الآن بثقافته وفكره، وبيحاول هو يدمرنا ويفتتنا من خلال بعض أبناء الأمة، زي ما ربنا كده: يخربون بيوتهم بأيديهم. احنا بنخرب بيوتنا ببعض الناس مننا، ان احنا نبقى علينا اجنتات نعمل لحساب فلان او لحساب علان او لحساب ترتام. ينبغي ان نعمل اذا اردنا ان احنا نكون ايد واحده، لازم نتعامل مع بعض بالوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. علماء الامه لهم دور مهم جدا في هذه المساله. ينبغي للعالم ان هو يوحد الامه ولا يفرقها، يدعو الامه الى أن تتخلق بالخلق الفاضل اللي كان عليه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي ربنا لما مدح سيدنا النبي ما قالوش: وإنك على علم عظيم، أو حتى صحة عظيمة أو منصب عظيم، لكن قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. أستاذ إبراهيم، وإنما الأمم بالأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إحنا واجب علينا كعلماء الأمة أن إحنا نكون جميعا يدا واحدة، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، نكون جميعا يدا واحدة حتى تتقدم هذه الأمة، وحتى يكون لها حتى تكون شيئا مذكورا وسط الأمم. أستاذ أحمد محمد يقول: حرب أكتوبر كانت في شهر رمضان، فهل يجوز أن يفطر الجندي أثناء الحرب؟ وما ثوابه إن صام واستشهد وهو صائم؟ شوف حضرتك، أولا ثوابه إن هو طبعا ليس من حق الجندي المقاتل في سبيل الله، المجاهد في سبيل الله، ليس من حقه أن يصوم، لكن عليه أن يفطر حتى يستطيع أن يجاهد وأن يقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتبر الحج جهاد في سبيل الله، ولذلك هو صلى الله عليه وسلم قال الصحابة يوم عرف الصبح اختلفوا: هل الرسول صايم ولا مش صايم؟ طب نعمل ايه؟ نصوم ولا ما نصومش؟ فقالوا: طب نمتحن كده، نعمل حاجة، نعمل اختبار كده، نشوف ايه الحكاية. فجابوا كوب من اللبن واعطوه لرسول الله، لو شربه خلاص، ما شربوش يبقى إذا صايم،
فشربه النبي صلى الله عليه وسلم، فعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصم وهو يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأفطر صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وهو خير يوم طلعت فيه الشمس، لأنه هو قدوة للمسلمين، وأكد على أن الحج مشغول بذكر الله، فواجبه أن يفطر حتى يستطيع أن يذكر ربه سبحانه وتعالى. فالمقاتل في سبيل الله يمكنه أن يفطر ولا حرج عليه، ويأخذ ثواب الصائم كاملا. أما إذا استشهد في سبيل الله سبحانه وتعالى فإن مثواه الجنة. وخذ بالك لماذا سمي الشهيد شهيدا؟ سمي الشهيد شهيدا لأنه يشهد مقعده في الجنة قبل أن تصعد روحه إلى الله، وهو لسه روحه بتطلع من جسمه ولسه حي، وهو لسه حي في هذه الدنيا، وملك الموت ما قبضش روحه في هذه الحالة، لأن الشهيد ملك الموت لا يقبض روحه، الذي يقبض روحه هو الله. قبل روحه ما تقبض بيرى مكانته في الجنة، لأنه سمي شهيدا عشان هو بيشهد مكانته في الجنة. وخد بالك سيدنا جابر ابن عبد الله رضي الله عنه كان والده قاتل في سبيل الله ومات شهيدا، فراح للرسول وهو يبكي، لماذا تبكي يا جابر؟ قال أبكي على أبي، أنا مش عارف منزلته فين، عمل إيه؟ فقال له أبشر يا جابر، أبشر يا جابر، أبشر يا جابر، إن الله عز وجل لم يكلم أحدا من خلقه، ربنا ما كلمش حد من خلقه إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيحيى بإذنه ما يشاء، إلا والدك، فإن الله قد كلمه كفاحا. يعني كفاحا يا أستاذ إبراهيم؟ يعني كلمه الله سبحانه وتعالى مواجهة، فقال له تمنى علي عبدي، قال له يا رب أتمنى أن أعود إلى الحياة الدنيا فأقاتل في سبيلك فأقتل عشرات المرات، فقال لقد سبق في علمي أن من دخل الجنة لا يخرج منها، قال يا رب العالمين فمن يبلغ الناس؟ فربنا قال له أنا أبلغ الناس، فنزل جبريل بالقرآن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما أتاهم الله من فضله. وزيك ربنا ما كلمنا برضو عن الشهداء، قال لنا جملة عظيمة قوي، قال لنا والشهداء عند ربهم، سورة الحديد، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. الله، يا سلام. يعني الشهداء عند ربه، ما قالش عند الله، كأن ربنا حيكرمهم بعطاء الربوبية وليس بعطوله، لهم أجرهم ونورهم. الأجر بقى إيه؟ زي ما قلت لك بيلبس حلة الكرامة، بيشفع في 70 من أهله بإذن الله سبحانه وتعالى، روح الشهيد بتسبح في حواصل طير خضر. فأنا بقول أهو يا كل أم شهيد، يا كل أم ابنها استشهد في دفاعنا عن الوطن، دفاعنا عن القيم، دفاعنا عن الأخلاق، أبشروا الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، هيشفع في 70 من أهله، يدخلهم الجنة بإذن الله. هيلبس الله تاج الحلة والكرامة، لهم أجرهم عند الله ونورهم. إن ربنا سبحانه وتعالى بينور الشهيد، بيخلي الشهيد ده نور، هيجي يوم القيامة وشه منور. ليه؟ لأنه قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، والله أعلى وأعلم. بس الأخ محمد بيقول يعني الناس صامت، هل تعلم أن جزء كبير جدا كان صايم في الحرب؟ أنا أقول لحياتك قسم بالله، أنا أقول لحياتك أنا ومجموعة كبيرة جدا في المظلات صايمين، كنتم صايمون أصل، هو من الأول من الآخر أنت أصلا يعني كانت المسألة يعني وإيه سبحانك ربنا بقى لا 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 بالمجهود لا جوع ولا عطش ولا أي حاجة، ولا كأن الموضوع ده في حاجة يا خلص. كان الله يطعمكم ويسقيكم ويستزقكم وتحاربوا عن عقيدة وتدافعوا عن دين الله وتدافعوا عن لا إله إلا الله، فكان لابد أن يكون الله سبحانه وتعالى معكم بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن أنا بقول بس عشان بقول الحكم الفقهي، يعني هو المقاتل في سبيل الله من حق أن يفطر. أنا بتكلم لا أصل هي بتبقى إيه أصل كانت العقيدة اللي إحنا الحقيقية اللي كانت عندنا واللي كانت مخلية، ودي ممكن أيام حرب الاستنزاف، المؤكد أنك أنت لم تبقى في مواجهة الموت ده موقف صعب، يعني انت عارف بتخش عمليات وهتموت، موقف صعب، اذا ما تسلحتلوش بعقيده هتتعب، اذا لم تتسلح بعقيده. فكانت العقيده ايه اللي كانت؟ كنا احنا يقيننا الحاجه اللي احنا دايما بننساها الموت، ما احنا كلنا الموت هو الحقيقه الوحيده التي اجمع كل البشر عليه، هم ما اجمعوش على الله سبحانه وتعالى، انما اجمعوا على الموت، عارفين ان في موت وما فيهوش وصف الموت، ما حدش عارف بيموت امتى، الملحد عارف ده والكافر عارف ده والمؤمن عارف، يعني اتفقوا على دي، بس الكل بينسى ده. في الحرب بقى ديت، فاحنا كنا في الحرب دي والكلام ده كله،
طب اذا كنت انا هموت دلوقتي، يعني انا هموت النهارده، طب ما نطلع العمليه ديت في حرب الاستنزاف وربنا يكرمنا باتنين ثلاثة اربعة ناخدهم معانا، يعني هموت كده ابقى بلموطي كده اطلع بيه. طب ما ناخد فديك. شوف كان شوف عقيدتك حفزتك لايه. اذا كنت هموت هموت، طب انا هزعل ليه؟ ما انا ميت ميت ومفيش واسطه ومفيش محدش هتقدر تدفع قرشين تكلم حد يقول لك لا 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 لا، ده حد ميت ميت النهارده. نعم. طب اذا كنت هموت بعد 20 سنه ولا 25 سنه، ده ادعى ان انا اخش كل يوم اعمل عمليه؟ ما هو ده اللي خلى حرب الاستنزاف دي جنان للصهاينه. نعم. جنان. فما كانش ليه هخاف من الموت ليه؟ اذا كنت انا هموت يعني ما فيش الحاله الوحيده اللي احنا عارفينها. ده كانت الفكره كلها. نعم نعم. الاستاذه او في سوله منير بتقول نفسي في دعوه منكم ان ربنا يصلح حالي ويبعد عني الهم الغم والهم. اللهم اصلح لها حالها يا رب، وادفع عنها وعنا وعن كل من يشاهدنا الهم. استاذ ابراهيم عايز اقول لها حاجه مهمه جدا. اصعب حاجه في الدنيا هي الهم والنكد والحزن، واقوى جنود الله الهم والنكد. وربنا لما يغضب على حد يسلط عليه شوية نكد وشوية هم ما يعرفش لا يأكل ولا يشرب. عشان كده سيدنا علي لما سئل عن أقوى جنود الله فقال أقوى جنود الله عشرة: الجبل أقوى جنود الله، والحديد يفل الجبل، والنار تصهر الحديد، والماء يطفئ النار، والسحاب يحمل الماء، والرياح تحمل السحاب، وابن آدم أقوى من الريح، يلبس ملابس ثقيلة في شهر طوبة ويقضي حاجته، والسكر يغلب ابن آدم أول ما يسكر دماغه باص خلاص ما عادش فيه حاجة، والنوم يغلب السكر أول واحد ما سكران وينام شوية يصحى فايق، والهم يغلب النوم. فأشد جنود الله الهم. فربنا ما يغضب على حد يسلط عليه حاجة اسمها الهم. ليه بقى؟ القرآن واضح، يا كل واحد مهموم، يا كل واحد شايفنا دلوقتي وعنده كرب وعنده هم، اسمع القرآن بيقول لك إيه وتعلم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة إيه ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. خد بالك، له معيشة ضنكة، يبقى مهموم. الفلوس موجودة وكل حاجة موجودة والأكل موجود والشرب موجود، بس أنا مهموم مش مبسوط مش مستريح. ليه؟ أعرض عن ذكري. ذكر ربنا هو إيه يا أستاذ إبراهيم؟ القرآن. إن نحن نزلنا الإيه؟ الذكرى وإنا له لحافظون. أنت ما بتقراش قرآن، ما بتمسكش المصحف إلا في رمضان، لكن أنت والله لو كل يوم مسكت المصحف وفتحت صفحة صفحة واحدة كل يوم، نورت عينيك بنور القرآن وإيديك بنور القرآن وقلبك وجوارحك وشفايفك ولسانك بنور القرآن وأسنانك، ربنا أكيد هيكرمك وهيزيل عنك الهم. أنا بقول لبنتي دي أكسري من لا إله إلا الله، استغفر ربنا كتير، اسجد ربنا على البلاط، قول يا رب، قولي له كده لا كرب وأنت رب، طالما أنت رب مفيش كرب، وإن شاء الله ربنا يزيل همك يا صاحب الهم. إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الصانع الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الكافي الله، إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. الله. استاذ احمد السقا بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عندي سؤال. انا حلفت يمين طلاق بالثلاثه باني لن ادخل منزل اختي الكبيره ولم ادخله، هل له كفاره كي ادخله تاني مع العلم؟ هو حلف بالطلاق. قيل ساعه غضب. ماشي، بالطلاق ثلاثه. هل قال علي الطلاق ولا مراتي طايق لو رحت عند اختي؟ لا ما اعرفش. مع خلاص يبقى خلينا نقول الاثنين. لو قال مراتي طايق لو انا رحت عند اختي، يبقى ده لفظ صريح، يبقى لو راح تطلق، راح ايه تطلق. طيب. وعليها ان يعيدها الى عصمتها وتعصب عليه طلقه. لو راح عند اخته. اذا قال عليها الطلاق ما انا رايح عند اختي، يبقى ده مش يمين، خصوصا هو مش قصده، هو كان واحد عصبي. ففي هذه الحاله يحسب عليه كفاره يمين كانه حلف بالله سبحانه وتعالى. وفي هذه الحاله عليها ان يطعم 10 مساكين، فاذا لم يستطع فليصم 3 ايام، والاول الاطعام وبعدين يا استاذ ابراهيم الصيام، ولا يحسب هذا يمين طلاق. بس انا بنصح كل زوج شايفنا دلوقتي، بقول له ارجوك، في ناس بتصحى من النوم، انت الطلاق دي بقى من ابراهيم بتصحى من النوم تحلف بالطلاق ما حلف وطلاق صح النهارده، بحياتهم كلها طلاق في طلاق. الراجل القوي المؤمن بالله ما يحلفش بالطلاق. قال عليه الصلاه والسلام: من كان حليفا فليحلف بالله
او ليصمد. في ناس كتير قوي بيتعرضوا لمشاكل كتير قوي، تبقى المشكله ممكن تتحل يحلوها بايديهم، يعقدوا فيها لغايه لما ما يعرفوش يحلوها بسنانهم. الرجل المؤمن ما يحلفش ابدا بالطلاق، واذا اضطر للحلف فليحلف بالله. طب هو لو حلف وما راحش وعايز يروح لاخته، يروح يقدر يعمل كفاره؟ يعني يصوم بقى ما انا قلت لحضرتك، لا هو الاول يطعم، هو اذا كان يطعم 10 وبعدين يروح الاول لاخته ويطعم 10 مساكين. طب هو لو عمل ده كده يعني بعدين راح ايه لو اطعم الاول بنية انه هيروح لاخته؟ ما خلاص مفيش مشكله. طيب منى، الاستاذه منى علي بتقول: السلام عليكم، عندي سؤال بشان مصافحه الرجل والمراه، وفي حال ان المراه لم تبدا بمد يدها للسلام، ولكن ما بين الاقارب يحدث بعض الحرج فيقول انا مش بسلم، أرجو الرد. وهذا الحديث الشريف: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمص امرأة لا تحل له، هل يقصد بهذا الحديث الشريف المصافحة ولأي شيء آخر؟ جزاكم الله خيرا. شوف أستاذ إبراهيم، في مسألة مصافحة الرجل للمرأة ومصافحة الرجل المرأة الرجل، واحد، لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وضع يده في يد امرأة لا تحل له، وكان لما جه يبايع الستات محدش مسلم، محدش يدو في ايدهم، لكن قال: يا أسماء أخبري النساء من بعدك، يعني قولي للستات من بعدك. هذا هو الايه، هو الأصل. وعندنا في فقه السادة الشافعية والذي ينقض الوضوء ستات أشياء، من بينها لمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل، ده كلام فقهاء يعني، يعني ان يعني يصافح الرجل المراه الاجنبيه. لكن يعني في مثل هذه المسائل الان، هذا هو الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. لكن مساله ان امراه مدت اليها يدك فوانت وهذه المراه ستتعرض لحرك شديد جدا لو ما اديتش ايدك، قلت لها انا مش بسلم او مش بصافح، في هذه الحاله كضرورة يمكنك أن تسلم عليه، لكن تؤكد لها أنك لا تسلم على أحد أو تسلم عليها كده. لكن الفيصل في هذه المسألة كلها عموما هو النيات، أنت نيتك إيه؟ ما هو ده يعني يا عم الدكتور، بس عشان خاطر ما تجننيش، هو أنا النهاردة فكرة إن أنا هو نصافح، وكل ما صافح مرة كان في نيته ونية، يعني ما 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 يعني يعني المسألة. وبعدين الدنيا يعني الدنيا في هذا العقل اللي إحنا عايشين فيه، ما هو احنا عمالين بنعمل ده كله. لما نروح نشوف طلبان دلوقتي، عارف اكبر مكان فيه تحرش بالنساء فين؟ فين؟ في طلبان، في افغانستان، اللي هي خروم، يعني هي خيمه وفيها خرمين زي كشافات العربيه. يعني انت فاهم اللي انا عايز اقوله ايه؟ انا في رايي انا لو على دين، انا لو على دين وعارف ديني كويس وعندي قيمي وعندي مبادئي وعندي وعندي وعندي، المساله ايه؟ يعني خلاص سلم عليه خلاص بقى، يعني وكأن ان احنا في غابه مثلا، وكأن لا يولد في الدنيا الا الشهوات والجنس، يعني ايه المساله؟ ما يعني ما انا قلت حتى يا استاذنا، ما عند الضرورات فقط عندما تسلم المراه على الرجل، اذا اضطررت تسلم عليه ما فيش اي مشكله، ما فيش اي حرج في هذه المساله على الاطلاق. والفيصل في هذه المساله النية، هو النيه، يا ده ما حدش دخل في صدر حد. لا طب ما هو ما يعني انا ما هو ممكن يبقى نيته مع يعني منيله دنيله ما بيسلمش. ما طب ما احنا شفنا الحاجات دي، بس عشان ما نجيبش سيره حد بقى. يعني من الناس اللي هم كانوا كبار مش عارف ويتمسك فينا داهيه تاخده، وبنشوف ناس يعني المساله مش كده. دول يا استاذنا مش حجه على الدين، مش حجه على الدين. يعني انا ما هو انا اذا كنا ده الشكل بقى، اذا كنا هناخد بقى بالسلام، يعني هو السلام ولا هل هو السلام؟ انا وحضرتك بنحتكم لحاجه واحده، ما دام في نص ما نتهتش، بنفهمه، نحاول نفهمه. هو المشكله في سوء فهم النص. طب هل في نص بيمنع ده؟ هل الحديث اللي اتقالت الاستاذ قال ده حديث صحيح؟ ما انا قلت لحضرتك لم يثبت ان رسول الله وضع يده في يد المراه. طيب يعني انا النهارده لو ست سلمت على اللي كان النبي خيطه، انا بقول لحضرتك لو ست سلمت اذا اضطريت للسلام، ما انا بقولت اهو نظرا لظروف المجتمع وما الذي يحدث في المجتمع. يعني هي يعني انا النهارده هي بتشتغل في 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 مكان في علاقات عام، في شغل، في اي شغلانه. يعني انا رايحه شغل عشان تسترزق وتاكل عيالها، جوزها ميت ولا ظروفها منيله بنيله، وهتروح تقول لي ما بسلمش؟ طب ما فيش حد هيجي الشركه دي وحاول هتخرب بيت البتاع. معقول الكلام ده؟ تصلح نياتها لبنياتها اللي عمله بنياتي يا استاذنا. يلا ماشي عشان ما تدخلناش في البتاع ده. الاستاذه وداد سعد بتقول: السلام عليكم، عايز استفسر، انا بنت عندي 26 سنه، هل ينفع اطلع عمره لوحدي من غير بابا او اخويا؟ هو في مساله العمره الرسول برضو صلى الله عليه وسلم أكد أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر يوم وليلة إلا مع ذي محرم.
ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يا أستاذ إبراهيم قال في حديث تاني: سيأتين زمان على أمتي تسير فيه الضعينة، يعني المرأة الصغيرة، ما بين الحيرة إلى الشام ما تخاف إلا الله. فبناء على هذا الحديث يجوز للمرأة أنها تسافر إلى في صحبة آمنة أو في رفقة آمنة من الناس. ودلوقتي بقت الرفقة آمنة، أصل الرسول قال الحديث ده زمان أن الناس كانوا بيسافروا بالجمل والهودة، وكانت ست بتنام في الصحراء، فكان لازم يكون معاها راجل بتاخد مسافات شهر على ما توصل. لكن دلوقتي توصل جدة، فين دور العلماء بقى دلوقتي؟ من القاهرة، من جدة يا أستاذنا، من القاهرة لجدة ساعة ونص، فما فيش حركة. كان من المدينة للمكة الرسول 8 أيام، مش عارف، الرسول قعد 9 أيام، 9 أيام سفر، فكانت ست بتنام بتنام في الشارع وبتنام في الهودج وبتنام في الجمل فكان لازم راجل يرعاها، فكان شايف حساب لوحدها. لكن دلوقتي بقى تاخد الطياره مطار القاهره في وسط الدنيا كلها، بتنزل مطار جده في وسط الدنيا كلها في ساعه ونص قبل ما تروح شبرا، يعني من وسط البلد مدينه نصر لشبرا تاخد لك 2 ساعة في الطريق، دلوقتي تاخدها في ساعه ونص لغايه ايه؟ لغايه جده. فبالتالي راح ناخد بحديث رسول الله: الضعينه تسير ما بين الحيره والشام ما تخاف الا الله. عشان كده حتى دلوقتي المملكه العربيه السعوديه سمحت للنساء انهم يسافروا برفقه امنه من النساء. نعم، بافواج، اما تبقى فوق ما فيش حركه في هذه المساله. المهندس محمد الضوي هو بعت السؤال ده وبعته تاني قبل كده. السلام عليكم، ارنو منكم الافاده. انا اعمل مهندس كهرباء وهناك مخزن للخمور، وانا لسه ما عملتش مخزن ده يا عم محمد، يحتاج مني عمل لوحه لاطفاء الحريق، اعمل اللوحه ولا لا؟ وهل لو عملتها اكون من الملعونين؟ لا، هو مش بيشرب خمر ولا بيتاجر في الخمر ولا بيع خمر، بالعكس ده هو بيمنع فساد، لو حصل حريق هو بيمنع هذا الحريق بالنسبه لهذا المكان، وبالتالي فهذا عمل شرعي لا حرج فيه على الاطلاق. طيب دكتور، احنا عايزين نرجع تاني لفكره من يتقي الله. نعم، فكره ان نتقي الله يعني ايه؟ والرساله اللي كانت عندنا، اللي كانت الاخت اللي تسال انها بتقول ان انا الهم والغم والكلام ده كله. نعم، وانت حضرتك بترد بين ذكر الله والقران والحديث كلها. تقوى الله، يعني عايز اقول يعني احنا امتى وازاي عشان نبتدي نعمل ده؟ ما هو انا بتقي الله في عملي ان انا اريد هذا العمل واتقن هذا العمل، وان انا لما اكون بعمل ده ما غشش في هذا العمل، ما دي كلها تقوى الله. صحيح، مش دي، ما هي دي تقوى. لو انا عملت عملي بتقوى وخفت ده، ولو انا اتعاملت مع حضرتك بتقوى الله ان انا ما ضحكتش عليك وما عملتش غيبه في حقك، وما كمان، ولو انا النهارده لو انا اشتغلت بدرس ولا بعمل بقول برضا الله، ما انا هيبقى ليا جنتين، 4 جنات مش 2. صحيح، ما هي يعني هنا 4 جنات النهارده. نعم، يعني انا اللي انا عايز اقوله، فانا عايز اقول تاني، ما هو امتى نبتدي نقول لاولادنا واطفالنا انك انت تقوى؟ اصل يعني بيتبادر الى الذهن ان تقوى الله وذكر الله ان انا اقعد يعني بالمصحف واقرا فيه. ما هو انا زي ما عملتش بالقرايه قريته من المصحف، ولا في ولا حد حد هتسحل، ما هو ولا هيبقى الهم والغم برضه. انما هي الفكره كلها اذا عملت عمل اتقنه، اذا مشيت في الشارع ما اذيش حد، اذا عملت مش عارف ايه، هي دي تقوى الله. صحيح. طب ما هو ده اللي ربنا عايزه مننا، ان انا اخاف ربنا. صحيح. شوف حياتك يا استاذنا، تقوى الله يعني ايه تقوى الله سبحانه وتعالى؟ تقوى الله سبحانه وتعالى هي زي ما عرفها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واعتقد ان ده اعظم تعريف، ان يجدك الله عز وجل حيث امرك والا يراك حيث نهاك. يعني اللي يرضى ربنا تعمله، يعني اللي قاله ربنا في القران لازم تمشي عليه. ما ينفعش انك انت تعمل حاجات تغضب ربنا وتقرا القران، ما ينفعش انك انت تصلي وبعد كده تعامل الناس معامله سيئه. الرسول فسر الاسلام كله والتقوى كلها في كلمتين اتنين، قال الدين الايه؟ المعامله، انك تعامل الناس معامله طيبه. لازم التقوى دي كمان تبان في سلوكياتنا، وخلينا ادي لك نموذج للتقوى حتى في مراعاه حق الطريق. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأمر الصحابة بالتقوى: أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الجلوس في الطرقات. قال للصحابة وشباب الصحابة: ما ينفعش تقفوا على نواصي الشوارع والحارات وتعكسوا اللي رايح واللي جاي. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوقوف في الجلوس في الطرقات. فقال الصحابة وشباب الصحابة: يا رسول الله، ما لنا بد، يعني ما نقدرش نستغني عن هذه الأماكن نقعد فيها، إنما هي مجالسنا فنتحدث فيها، بنقعد نتكلم فيها مع بعض ونتسامر فيها مع بعض. فقال النبي، خصوصا ما كانش فيه وسائل العصية الموجودة دلوقتي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن أبيتم إلا الطريق
فاعطوا الطريق حقه. ادي بقى السلوك، سلوك المؤمن. فان ابيتم انك تقعدوا في الطرقات، مفيش لدي بقى، سيب فسحوا للناس. فاعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق؟ اهو اللي ناس كتير دلوقتي ناسياه، وده يؤكد ان احنا ما عندناش تقوى، ما عندناش اخلاص لله سبحانه وتعالى. لكن المتقي لله اللي بيطيع ربنا سبحانه وتعالى بيبان في سلوكه. اللي عندنا مشكله كبيره قوي يا استاذنا، عندنا مشكله الانفصام بين ما هو كائن وما ينبغي ان يكون. الناس بتنفس الدين بطريقه آليه. قال النبي عليه الصلاه والسلام فاعطوا الطريق حقه. قال وما حق الطريق؟ اهو قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام وامر بمعروف ونهي عن المنكر. الله، هو ده كلام سيدنا النبي الجميل اللي لازم نعلمه لاولادنا. ان كل اب شايفني يقول لاولاده، ان كل ام شايفانا تقول لبناتها. غض البصر، قال صلى الله عليه وسلم النظرة سهم من سهام إبليس ألقاها في جوف ابن آدم، من اتقاها مخافة الله سبحانه وتعالى أورثه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا علي بن أبي طالب، يا علي لا تتبع النظرة تلو الأخرى، فإن لك الأولى وعليك الإيه الثانية. في ناس تقول لك ده نظرة أولى، لا، في فرق بين البحلقة وبين النظرة الأولى. البحلقة لما بتقعد تبحلق كتير، لا، عينك وقعت غصبا عنك. فالمفروض ان احنا نحافظ على اعيننا بحيث ان احنا لا ننظر الا الى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. غض البصر زي ما قال ربنا قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. انت عارف لو ربنا كان قال لنا قل للمؤمنين يغضوا ابصارهم كانت مشكله، لكن يغضوا من، يعني انت ساعات غصب عنك بتبص فجاه كده لقيت واحده قدامك وبصت لها اول مره، خلاص انتهت المساله. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهم. خد راحتك، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت رحاله واحده. الست دي يا استاذ ابراهيم كانت لابسه خلخال. الخلخال بيعمل صوت زي الكعب العالي كده، اما تلاقي بنت لابسه كعب عالي وماشيه على البلاط وعامله صوت لفت عليها انظار الدنيا كلها. فالست كانت لابسه خلخال، خلخال عمل صوت لفت عليها انظار الصحابه. راح لسيدنا النبي. دخل عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، نزل جبريل في التو واللحظه عشان رانت خلخال. جبريل نزل من العرش للفرش في التو واللحظه عشان يدخل خال. قال له يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. جبريل نزل يا جماعه عشان يدخل خال. يعني ايه؟ لو كان بينزل دلوقتي كان نزل كم مره عشان لا لا ده ما كانش حاجه، كان هيقعد على طول هنا. كان الله يفتح عليك، كان قاعد فعلا على طول. يبقى ده غض البصر. طيب اضربن، اشرح دي بس. ولا يضربن بزينتهن، ولا يضربن بارجلهن عشان يبسخ الخيل. الخيل عمل صوت. فلفت اليها انظار الرجال. اصل الست المراه عندنا في الاسلام ضره مكنونه، خدت بال حضرتك؟ لا تلفت انظار الرجال اليها، هي طبيعتها وجمالها في حيائها. فكلام ربنا ولا يضربن بارجلهن. المهم انفيلي الفتنه، انفيلي الفتنه، لان الاسلام بيؤكد على ان المراه جمالها هو ملك لرجل واحد فقط، هو حلالها، هو زوجها اللي ربنا سبحانه وتعالى اكرمها بيه وجعل بينها وبين زوجها موده ورحمه باذن الله سبحانه وتعالى. وهذا هو مفهوم الايه. نيجي بقى الحاجه الثانيه اللي احنا بنتكلم عن التقوى دلوقتي، وبتكلم عن حق الطريق، غض البصر، كف الاذى، انك ما تاذيش حد. الناس بتلاقي الناس في الشارع، انا بشوف حاجات غريبه جدا، خناقات في الشوارع على اذى. هو الاذى ده اصل ده ممكن يبتدي بكلمه، خدت بالك؟ ما هو الاذى في اذى قولي واذى فعلي. يعني كل الاذى بالقول انك تشتم وتقول حاجات وحشه، والاذى بالفعل. يبقى غض البصر وكف الاذى ورد السلام لحق الطريق. حد قال لك سلام عليك؟ تحيه المسلم هي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعدين وامر بمعروف ونهي عن المنكر. قال عليه الصلاه والسلام في تفسير هذا المعنى بقى، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فهي يا استاذ ابراهيم فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان. قال شراح الحديث الذي يستطيع أن يغير بي أو أن يغير بيده هو الحاكم الدولة أو من ينوب عنه. أنا جوه بيتي أقدر ألزم مراتي بالحجاب وما إلى ذلك، أو أقدر ألزم مراتي أنها تخرج أو ما تخرجش، أو لا خروجي أو ما تخرجيش. يبقى الذي يغير بيده هو مين؟ الحاكم او الدوله او ولي الامر جوه بيته. الذي يستطيع ان يغير بلسانه هم العلماء، والعلماء هم ورثه الانبياء،
والعلماء أكثر الناس معرفة بالله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فيعني ربنا وبعدين ثم ملائكته ثم العلماء، هم لأقصى الناس معرفة بالله، وذلك حساب العلماء هيبقى عسير جدا، لأن ربنا علمهم، وما دام ربنا علمك يبقى هيسألك سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. والذي يستطيع الصبر إبراهيم أن ينكر بلسانه هم عامة الناس، هم دول اللي يقدروا ينكروا بلسانهم، وهو ده التقوى اللي احنا محتاجينها. انا شفت حد بيعمل حاجه يقول يا ابن عيب، لا ده ما ينفعش كذا، ده كذا، ده كذا. نعم، هذا هو هذا هو المفروض ان احنا نعمله علشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا، لان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القران العظيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اهو وقولوا قولا سديدا. هتعملين ايه يا رب لو اتقينا ربنا؟ يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. القرآن ذكر لفظ التقوى أكثر من 100 مرة في القرآن. ليه؟ عشان يؤكد أهمية التقوى. التقوى دي زي ما سيدنا علي فسرها، هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. يعني إيه الخوف من الجليل؟ يعني الخوف من الله، زي ما قلنا ولمن خاف مقام ربه، لان ربنا في القران وخافوني ان كنتم مؤمنين. في ناس ما بتخافش ربنا، في ناس بتملى بيوتها من الحرام، في ناس فاتحه الدرج على طول في شغلها، في ناس ما بتعملش حاجه ابدا الا اذا قبضت واكلت سحت. والرسول صلى الله عليه وسلم قال كل جسد نبت من سحت اي من حرام فالنار اولى به باذن الله سبحانه وتعالى. طيب انا وقتنا خلص، بس احنا عايزين اذا كان لنا عمر ان شاء الله وعشنا الاسبوع الجاي، احنا عايزين نتكلم في نقطه بذكر سيدنا علي. لان سيدنا علي هو يعني اتعمل عليه محور لخلاف، ودلوقتي بيطل براسه علينا، وربما هو اعظم اكبر خلاف واكبر كارثه بتطل علينا دلوقتي، حكايه الشيعة والسنه والكلام ده كله. نعم، قيل ما قيل والكلام ده كله، وقال لك بقى ده سيدنا جبريل نزل، كان نزل على سيدنا علي، يعني الكلام ده كله الشيعة الغرابية الحاجات دي كلها. لو افترضنا يعني خدت بالك نظريا ان الناس دي قاعدة هتسمع، او للشباب او للناس اللي هم بتتشيع اللي مش فاهمين يعني ايه الشيعة، فاحنا عايزين بالمنطق نقول يا جماعة ده هذا المذهب بيتكلم على حدوتة، بيفترض ان حاجه حصلت دون ادله ولا اسانيد ولا اي حاجه غير ان اليهود لما كانوا بيعملوا ده ان سيدنا علي اولى من بقيه الصحابه، وان مش عارف مين ومين وكده. ده الاسبوع الجاي عايزين نحاول. وانا بس انا عايز اقول للناس، انا هكلفها الاسبوع الجاي فعلا، بس اقول للناس الذي زرع هذه بذره التشيع واحد يهودي اسمه عبد الله ابن سبأ اليهودي. هو الذي نشر، ازاي نشرها بقى وازاي عملها، هو ده هنتكلم فيه ان شاء الله ده كده عملها. وكيف الرد عشان الشباب اللي ممكن يضحك عليه. صحيح، خدت بالك ان في فلوس بتترش كتير. صحيح، وفي دلوقتي ناس معاهم توكيل. صحيح، واخدين توكيل دلوقتي وبيلعبوا في مصر دلوقتي، وبيسفروا الناس على العراق عشان هناك، وفي العراق دلوقتي العراق كلها بقت سيطره ايرانيه. تمام، وناس بتسافر ايران وفلوس بتدفع، وفي ناس تانية بقى من ما يسمون انفسهم النخبه او كذا او كذا. انا هتكلم في ده الاسبوع الجاي، بس انا عايز ان شاء الله باذن الله احيانا الله، بس انا عايز اقول مش انا مش خايف على مصر من مساله التشيع، لان هم حاولوا في الفترات السابقه ده ايام الدوله الفاطميه تقربوا المصريين بكل انواع التقرب وفشلوا. ان شاء الله برضو في هذه المره هو الدكتور مش على مصر، المنطقه دلوقتي المساله مزيطه جامد جدا والحدوته جامد جدا. انما انا عايز اقول كيف نجعل هناك وقايه وتبصير وايه التشيع، يعني حتى لو الناس ديت ناس تفهم يا راجل، انت راجل انت مسلم يعني، انت مسلم عن انت راجل انت جاي بتمزع الاسلام عشان فكره ان يا سيدي خلاص سيدنا علي مات والرسول عليه الصلاه والسلام مات وكل الناس دي مات، وبعدين اذا كان حد ليه صاحب هياخده وربنا اللي هيدي يعني. حتى في ده ربنا بيقول للنصارى واليهود في الخلافات قال لهم انا اللي هحكم بينكم يوم القيامه، في القران في اكثر من موضع. هي فتنه نجانا الله منها. صحيح، فده عايزين اي حد ممكن يتلاقي في دماغه نبقى ده واضح ان شاء الله. دكتور وهدان بشكر حضرتك جدا، جزاك الله خيرا استاذنا، شكرا جزيلا لحضرتك. بشكر حضرتك وتصبحوا على خير.